الأسامي والشعارات المتميزة، نسير بالصدارة، نتابع 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 بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة. وأرهني أيضا اللي قادت المجموعة، اللي قادت المجموعة منذ البداية بهذا الاندفاع المثير، نتابع الصدارة والرياضية بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ولكن من الجانب الآخر مياسة لمطر بن سعيد بن حلوة الاكتمي، متابعا لانطلاقة مياسة الشاهينية مع المركز الثاني بشعار عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي من يتقدم على مستوى المركز الثاني، ومع المركز الثالث الرياضية للدكتور سعيد بن سالم الشيخ من ينطلق على مستوى المركز الثالث، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بقرة تسلل للزعفرانة بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، الدور المركز الخامس أردت تقدم، والانطلاق أيضا من شرفه لسالم بن حمد بن زفنة العفاري من يقدم تحديات شرفه مع المركز الخامس. نتابع المركز السادس، نتابع جبارة لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري يعلن انطلاق جبارة أيضا على مستوى المركز السادس، ومع المركز السابع القدوم في هذه اللحظات بشعار حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. نتابع شرارة من بدأت تتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، مع المركز السادس، مع المركز السادس بشعار حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ومع المركز السابع القدوم والتسلل من جمايل عوض بن سعيد بن خيل العامري، يتابع انطلاقة جمايل مع المركز السابع أو المركز الثامن بالفعل، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع أرى التسلل لشقرة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ومع المركز العاشر القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام للروز محمد بن سهيل بن عويضان العامري، متابعا لانطلاقة روز من بدأت تتقدم في هذه اللحظات مع المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في أول نداء للعشر الأسامي المذاعة في هذا الشوط، ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع المقدمة. نتابع اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط بهذا الاندفاع المثير والشاهينية، تنطلق بالصدارة بالشعار الراشدي عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي من يقدم انطلاق الشاهينية اللي قادت المجموعة، تليها أيضا مياسة من جانب الآخر أيضا تقدم أداء متميز ومستوى أيضا عالي بهذا الأداء المثير منذ البداية بقمة التحدي والإثارة. نتابع مياسة لمطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي المركز الثالث، التقدم للرياضية الدكتور سعيد بن سالم الشيخ من يتابع انطلاق الرياضية مع المركز الثالث، ومع المركز الرابع تحديات أيضا وانطلاقات زعفرانة بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يتابع انطلاقة زعفرانة مع المركز الرابع، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس بقرة تقدم للجبارة بشعار حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من يقدم جبارة على مستوى المركز الخامس، ومع المركز السادس أرهني شرف سالم بن حمد بن زفنة العفاري، متابعا لانطلاقة شرف مع المركز السادس. المركز السابع وصلت بهذا الأداء المتميز جمايل عوض بن سعيد بن خيلة العامري، ومن الجانب الآخر شرارة لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي، والتقدم مع المركز الثامن
مع المركز الثامن وصلة روز محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم انطلاقة روز بهذا الأداء المثير. ومع المركز التاسع نتابع طلعة سلطان بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي والتقدم مع المركز العاشر أرى القدوم والانطلاق أيضا من نهب لطبازة بن رغش من طبازة العامري يعلن تقدم نهب مع المركز العاشر بأول نداء. هذه المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام مع تحديات الثنايا في هذا الصباح المتميز، ولكن لنا عودة مع الصدارة والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة بعد المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات. نتابع الصدارة والمقدمة وزعفرانة من قادة المجموعة بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي جبارة مع المركز الثاني، وعينها على الصدارة بشعار حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من يقدم جبارة مع المركز الثاني. المركز الثالث التسلل نتابع المركز الثالث وأرى مياسة لمطر بسعيد بن حلوة الاكتبي من يتابع انطلاقة مياسة مع المركز الثالث. رابع التحديات القدوم بهذا الانطلاق، أرى الأسامي القادمة بكل قوة، جمايل مع المركز الرابع بشعار عوض بسعيد بن خيلة العامري، وأرى التسلل لطلعة سلطان بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي متابعا لهذا انطلاق ونهب لطبازة بن رغش وطبازة العامري مع المركز السادس. القدوم التسلل ايضا الانطلاق لمودة محمد بن ساري بن احمد المزروعي تتسلل تنطلق ايضا باول ندى. بدت الاسامي بدت الشعارات في هذه اللحظات والزحف الى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله لنا عودة مع الصدارة، الكوكبة ثنائية على المقدمة والمغادرة للوحة الكير والمتر الأخير والخطير. الصدارة جبارة على المقدمة، حمد بن سلطان بن درويش المنصوري يحكم القبض على المقدمة، ولكن زعفرانة تتسلل من الجانب الآخر بشعار صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التقدم التسلل لمودة محمد بن ساري بن أحمد المزروعي، ومع المركز الرابع الاسم القادم نتابع وجده مع المركز الرابع لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. ومن الجانب الاخر نو سالم بن سعيد بن منانه، وارى القدوم ايضا في هذه اللحظات لجمايل عوض بن سعيد بن خيله العامري، وزعفرانه تسيطر على المقدمه بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. نو مع المركز الثاني بالشعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانه الأسامي القادمة بكل قوة. نتابع المركز الثالث، نتابع فزعة لغانم بن مسفر بن غانم المنصوري تتقدم في هذه اللحظات. ونو انطلقت بالصدارة بالشعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانة في اللحظات الأخيرة تضيف النقطة الثانية لهذا الشعار في هذا الصباح الجميل. سلام تهانينا سالم بن سعيد بن منانة. المركز الثاني فزعة غانم بن مسر الغانم، المركز الثالث تاتي مطفية لحمد بن محمد الضيب المرار، المركز الرابع بالشعار محمد بن سلطان بن مرخان والبقية بن حيلن. أو المركز الخامس وصل شعار من خيلة عوض بن سعيد بن خيلة مع جمايل. بالفعل هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول نو 9:27 بالوفاء والتمام. تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة، سلام زعبي سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته نو، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي فزعة بتوقيت زمني مقداره 9:27، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لغانم بن مسفر الغانم المنصوري، واللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه لحظات وصول مطفية تاتي بتوقيت زمني مقداره 9:27.
29 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهذا الانطلاق أيضا لحمد بن محمد بن ضبيب المرار. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله.